بيمثلوا البوطاقه مش نادره الحصول. فيعني انا سعيده ان انا هسمع بنتي وزميلتي ايمان اسكندر. وايمان يعني من ساعه رساله الدكتوراه بتاعتها وانا معاها هتقول لنا حاجات انا متاكده ان حضراتكم كلكم هتبقوا سعداء انكم تسمعوها. اتفضلي. صباح الخير. طبعا I'm greatly honored ان انا واقفه هنا النهارده. I don't deserve نص الكلام اللي الدكتوره نادي قالته بصراحه. ما كنتش ابقى هنا من غير فضل اساتذتي عليا. طبعا انا بشكر استاذه الدكتوره منى الفلكي على دعوتي ان انا اتكلم النهارده. I'm honored اني ابقى واقفه قدام such eminent chair people وكل my colleagues and my friends. النهارده احنا المفروض نتكلم على non-invasive respiratory support وانا حاطه تحتيها my way to go and I hope ان by the end of the lecture تبقى our way to go ان شاء الله. What is non-invasive respiratory support؟ موضوع كلنا سمعنا عنه كتير بس هنحاول نكفر ايه احسن طرق او الطرق المختلفه نعمل بيها ده. ايه البيت فولز اللي بتحصل لنا اللي بتخلي non-invasive يفشل فنقول ده ما ينفعش في بلدنا؟ وايه الديفرنت مينز اللي نديها وايه الهدف بتاعنا؟ كلنا عارفين ان البريماتشور بيبي عنده مشكلتين اساسيتين: decreased respiratory drive على المستوى السنتر وعلى المستوى بتاع الريسبيراتوري سيستم ان عنده تندنسي تو كولابس. سبب التندنسي تو كولابس ان اللنج بتاعته ستيف، ان السرفكتن ديفيشن، وان مش شداها تشيست وول قويه. فكلنا عارفين الكلام ده. يبقى الفري ترم علشان يكمل محتاج ريسبيراتوري سبورت، واحنا بطلنا نتكلم في البري ترم وفي مخنا انه ال 34، دلوقتي العالم بيتكلم في ال 24 وال 25 وذيس از وات وي شود بي ايمينج فور. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نستبلش فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي اللي هو لما خرج الهواء يتبقى هواء في صدري والهواء ده يبقى كافي تو مانتين ماي البيولاي اوبن اند تو مانتين جاز اكستشينج. عشان كده اسمها فانكشنال والا ما كانش بقى اسمها فانكشنال. It has a function to maintain gas exchange rate expiration. ازاي؟ I want to prevent atelectasis. I want to avoid respiratory fatigue لان البريماتور بيبي ما عندوش energy reserve. فانت لو سبته يعمل بعد شويه هيخش في respiratory failure وهيحتاج ventilation for sure. طيب كلنا عارفين ان في attempts كتيره جدا 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 عماله تتعمل عشان البيبي ده يقدر يسرفايف with good life. مورتاليتي قلت، عندنا الموربيديتي ستيل فيري هاي وعندنا المورتاليتي فيري هاي، فلازم يبقى عندنا اهداف واضحه ان احنا نمشي مع العالم. ديسبايت كل المودز دي لسه البرونكوبالمري ديسبليزيا از هاي. ولما دوروا ايه اهم سبب للبرونكوبالمري ديسبليزيا؟ It is the endotracheal tube. If you can avoid the endotracheal tube, the incidence of bronchopulmonary dysplasia will decrease markedly. الانتينيتر ستيرويد، السرفكتن، الانواع المودز الفنتيليتر كلها ما قللتش البي بي دي زي ما ده قلل. لو احنا بصينا على ال شارت اهوت هنلاقي ان اقل مكان كان فيه برونكوبالمونري ديسبليزيا هو السنتر اللي ما كانش بيدخل اندوتراكيل تيوب. ليه؟ عشان بيبتدي نون انفيزيف، بيبتدي سي باك very early. We support the CPAP, we support the success of the CPAP, and there is a huge difference in the incidence of bronchopulmonary dysplasia. The center in Colombia, the بيستعمل البابل CPAP very early on, احتاج سرفكتن اقل بكتير، احتاج فنتيليشن اقل بكتير، احتاج البيبيهات قعدت على اكسجين اقل بكتير. We have evidence that using CPAP early will reduce the bronchopulmonary dysplasia and thus improving the mortality not only the morbidity. هل الكلام اللي اتعمل سنة 2000 لسه شغال؟ السنة اللي قبل اللي فاتت هاني علي ولا اللي قبلها؟ هاني علي طلع the same thing in a different setting. هو راح ليبل وابتدى يستعمل الموضوع ده بنفس الطريقة اللي هو كان اتعلمها في كولومبيا، نفس الريزلت. So it is replicable and it can be really beneficial. طب ليه ما بينجحش معانا؟ عشان احنا مش فاهمين. احنا لازم نعرف ان عشان احط نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت I have to have the right concept in mind. I want to establish a functional residual capacity. I want my baby to have sufficient calories to help him sustain spontaneous respiration. And I want him to have a good
عشان ما تقولش انا بنتجته عشان دخل في ريكارنت ابنيا، ولو اقدر اعمل الحاجات دي يبقى افوردبل اكويبمنت، يبقى انا حليت مشكله العالم الثالث كله. طيب ازاي اقدر بروفايد النون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت؟ يا اما ان البيبي هو بياخد سبونتينيوس ريسبيريشن وده اقدر سبورت بالسي باك او بالهاي فلو نيزل كانيولا، يا اما ان انا من غير ما ادخل اندوتراكيال تيوب بديله زقه في النفس معاه، وده بأذر مودز اللي هو بالنون انفيزيف بوزيتيف بريشر فنتيليشن او بالباي باك. ودلوقتي بقى في نيور مودز ودي هنحاول نتكلم عليها بسرعه جدا. طيب الكونسبت الاساسي اللي انا نفسي كلنا نبقى فاهمينه ان انا لو انا ما عنديش ويل ارييتد البيولس، الكيرف ده اسمه كومبلاينس كيرف، انا بشوف انا محتاج بريشر قد ايه عشان افتح اللنج قد ايه. وانس ان انا في الحته اللي اللنج مش مفتوحه اللنج ستيف محتاج بريشر كبير قوي عشان ادخل فوليوم قليل، يبقى البيبي هيخش في ريسبيراتوري فيلير لو سبته يتنفس في المرحله دي. لما انت بتحط سي باك او بتحط بوزيتيف بريشر يمنع اللنج كولابس في الاند اوف اكسبيريشن بنزقه من هنا لهنا. طب ايه اللي حصل؟ ببريشر صغير قادر يحقق فوليوم كبير، مش هيتعب ومش هيحتاج الفنتيليتر. طب الهدف الثاني بتاعي ايه؟ اني اوطي البلمونري فاسكر ريزيستنس. ما انت لو انت عندك بلمونري بريشر عالي جدا مهما حسنت الفنتيليشن البلمونري بريشر هيمنع الاكسجينيشن، يبقى انا محتاج لو بلمونري بريشر. امتى احقق اللو بلمونري بريشر ده؟ لو انا شديت اللنج شويه فتحت الانترستيشال فيسلز اللي بتبقى مقفوله لو اللنج كولابس. كلكم بتفتكروا ان البلمونري فاسكر ريزيستنس بيعلى لو عملت اوفر انفليشن، ده بيحصل، لكن كمان بيعلى لو عامل اندر انفليشن لان الانترستيشال فيسلز تبقى كولابس. فانت لما تحط سي باك بقيت بتخلي ورك اوف بريدنج اقل، بقيت بتخلي اير ات ذا اند اوف اكسبيريشن يمنع الكولابس، وفتحت الانترستيشال فيسلز فقللت البلمونري فاسكر ريزيستنس. هدفي ايه لما احطه؟ هحسن الاكسجينيشن، هقلل الاديما، همنع قفله اللنج الالفيولاي على بعضها اللي بتبوظ السيرفكتنت، فهحتاج كميه سيرفكتنت اقل، وفي نفس الوقت قلنا هقلل الورك اوف بريدنج وبسفورت الاير واي، وده بيقلل الانسيدنس اوف اوبستراكتيف ابنيا. مين البيبي اللي هيحتاج؟ اي بريماتشور بيبي بالذات اللي اقل من 30 اسبوع محتاج ايرلي سي باك، محتاج انك تبتديها من الدليفري روم. في حاجه اسمها تي بيس ريسسيتيتور، التي بيس ريسسيتيتور بروفايد سي باك، الالبو باك داز نوت بروفايد بليب بريشر. يا جماعه يو نيد تو يوز سمثينج لايك ذس، او الفلو انفليتنج باك اللي انت من غير ما تزق ادرك من بين البيب لو عندك جود سين. يو نيد تو ستارت ذس ان ذا دليفري روم، هيقلل قوي احتياجك للسرفكتنت والمشاكل الثانيه. طب امتى استعمله تاني؟ يبقى انا ببدا اجيب بيبي بريماتور عشان ما احطش فنتليتر، لما اجي اشيل البيبي من على الفنتليتر عشان ما يرجعش يحتاج لي انتوبيشن حط نون انفيزيف ريسبيراتوري سبورت. البيبي اللي في ابنيا حط له نون انفيزيف بريك عشان ما تحتاجش تحطه على فنتليتر باندوتراكيل تيوب. هستعمل ايه؟ ممكن استعمل كذا جهاز. انواع السي باب اللي عندي في نوعين، في نوع اسمه فاريبل فلو وفي نوع اسمه كونتينيوس فلو. الفرق بين الاثنين ايه؟ النوع اللي فاريبل فلو الفلو اللي انت بتديه هو اللي بيحقق البريشر اللي انت عايزه، انما الكونتينيوس فلو انت عندك فلو شغال ولما الهواء يجي خارج من البيبي انت بتحط له اوبستراكشن. ها؟ فانا بتنفس عادي وانا بدخل باكل عادي وانا بخرج مواربة الباب فشويه هواء بيتزنقوا جوه صدري فبمنع الكولابس ات ذا اند اوف اكسبيريشن. اوكي؟ انا ممكن اعمل ده ازاي؟ اقفل الباب ده ازاي؟ يا اما فالف، يا اما ان انا احط الخرطوم بتاعي تحت الميه فاخلق بريشر والبيبي جاي يخرج الهواء مانع انه يخرج الهواء كله فمديني سام بريشر ان ذا لام. امال الاجهزه اللي انت بتكهنها وبعدين تروح تشتري جهاز ب 20,000 و25,000 ما تكهنوش، واستعمل الفنتيليتر بتاعك انك ليك تي بي سي باك لو انت مش مطمن للفنتيليشن ابيليتي بتاعته. فيو كان يوز ديفرنت مينز تو بروفايد السي باك بتاعك. امال الفاريبل فلو بعمله ازاي؟ الفاريبل فلو معتمد على الانترفيس اللي انت بتحطه على المناخير. بيشتغل ازاي؟ الهواء الفريش داخل من هنا، الهواء اللي خارج خارج من البيج اوبننج ده، ها؟ وانت بتاخد الهواء ده الهواء داخل مرتاح، وانت بتخرج الهواء اللي خارج من هنا از فليب او عشان ما يعملكش اكسترا ريزيستنس، مفروض ان ده بيريح اكتر. If you have a bubble CPAP, it's perfect, it works.
friends very well. مش مهم انت بتستعمل ايه، المهم تستعمله صح، والمهم تبقى فاهم ان انت عايز CPAP very early on in life. ايه الانترفيسز اللي بستعملها؟ ممكن استعمل الباي نيزل برومب، ممكن استعمل النيزل ماسك، ده الانفنت فلو درايفر اللي بيديك الفاريبل فلو. انما احنا كتير مننا بيستعمل النيزو فارينجال سي باب. انا حاطاه هنا عشان اقولك بليز ما تستعملوش whenever you can. ليه؟ لان انت عايز حاجه قصيره، حاجه واسعه. تخيل انت عايز تطلع حاجه وهتطلعها من باب قصير ولا من طرقه طويله؟ الطرقه الطويله هتعمل البيبي ويبقى بريدنج اعلى وهيفاتيك اكتر وهيفيق اكتر. If you have by nasal CPAP, use it. Don't use the nasal pharyngeal plunge, please, علشان دي بتطول وبتصعب. Good CPAP, البيبي كان white lung, البيبي بقى open lung, والبيبي بقى قادر يتنفس والبيبي ما بقاش محتاج mechanical ventilation. بستعمل احط CPAP ازاي؟ في البريماتشور بيبي ما تحطش اربعه. اقل حاجه خمسه، واعلى شويه بشويه وانت واقف قدام عيانه. طب اعرف ازاي؟ كلكم بتقدروا تبقوا بينك من غير 50% اكسجين و90% اكسجين عشان عندي الفيولر فنتيليشن ماتش. كل بلاد فيسل جنبها الفيولس مفتوح. يبقى انا ازاي هعرف اني وصلت للكفايه؟ ان هلاقي البيبي ده مش محتاج اكسجين كتير، هلاقيه على 30% ولا 40% بينك. طب افرض اني مش قادر احقق ده ووصلت لسيباب 8 9، ادي سرفكتنت وافضل على السيباب، هيساعدك تفتح الالفيولاي وهي افويد الفنتيليشن. خلاص؟ حط البيبي بطريقه مظبوطه على السيباب، ريحه ما تخليهوش متألم، ما تخليش البرومب وقعه، علشان الاريتابيلتي هتزود الورك اوف بريدنج وهتزود الكالوريك انتيك وهتزود الفيلير. هل الكونسيبت ده ينفع في الديفلوبينج كونتريز؟ يس، راندومايز ترايلز بينت ان يوزنج ايرلي CPAP قلل المورتاليتي وقلل الكومبليكيشن وقلل النيد اوف فنتيليشن، سو بليز يوز ات. طيب دي الليسا، ايه هي الليسا؟ اتس ذا ليس انفيزيف مود اوف جيتنج سرفاكتنت. بصوا البيبي ده، البيبي ده محطوط على CPAP، ما اتشالش، ما تحطلوش اندوتراكيال تيوب. امال ايه؟ وهو على CPAP ركبت فيدنج تيوب رفيعه واديت سرفاكتنت بالفيدنج تيوب، والبيبي هو السبونتينيوس بريدنج، ما حطيتش اندوتراكيال تيوب. يبقى انا ستارت سي باب ايرلي. اف ماي بيبي از نوت ريكروتنج ويل وذ سي باب الون، جيف سرفاكتنت بالليست انفيزيف ميثود، يبقى يو افويدد الاندوتراكيال تيوب كومبليتلي. هل لما البيبي تعب على السي باب اقدر استعمل حاجه ثانيه؟ يعني البيبي اللنج بتاعته حلوه بس هو اريتبل والسي باب مضايقاه، ممكن استعمل حاجه ثانيه اسمها الهيومينيفايد هاي فلو نيزل كانيولا. بس كان ذس بي ا برايمري مينز اوف سبورتنج ذا نيو بورن ساعه الولاده؟ الراندومايز كنترول ترايلز قالت لا. قالت when the baby is born, the premature baby, you need to put him on CPAP. هاي فلو نيزل كانيولا تنفع امتى؟ في البيبي اللي is improving. في البيبي اللي انا عايز لا ارضعه وامطط حضنه وكده احطه على الهاي فلو. هل ده هو النيزل برونج اللي انا بستعمله في العادي؟ نو. هاي فلو نيزل كانيولا is heated humidified، يعني لازم يبقى متوصل بهيومينيفايد. الفلو بتاعي من 2 ل 8 لتر. ميزته ايه؟ ميزته ان البرونج بتاعته مريحه، بس ما هياش النيزل برونج اللي انت مركبها في العيان العادي اللي انت بتحط له الاكسجين من الحيطه، ما هياش. ما تقولش طب انا عالي فلو يبقى هاي فلو، اتس نوت. اتس سبيسيفيك سيستم في منه كذا نوع وهو ده اللي احنا ممكن نستعمله. امال هو بيخلق بيب؟ يس بيخلق بيب. بيخلقها ازاي؟ بالفلو. لما بعلي الفلو بعلي البيب. مشكلته ايه؟ انك مش قادر تقيس البيب. السي باب انت بتحط اربعه او خمسه او سته، فده انت مش قادر. فيو هاف تو بي كيرفل ان انت ما تستعملش هاي فلو unless you absolutely need it. ولو لقيت ان انت مضطر تعلى اكتر، لا this is not a good mode، اقلب البيبي باك اون سي باب. But it's comfortable. The baby can eat. The baby can drink. مش انا ما بقولش ان السي باب كونترا انديكيشن تو فيدنج، بقول ان ده اريح وانت مدلعه اكتر. اوكي؟ طيب. Does it work? Yes it works but not as a primary support for the premature baby. طيب في other mode. في نقطة مهمة جدا في الفرق بين الهاي فلو نيزل كانيولا والنيزل سي باب. النيزل سي باب عشان يبقى افكتيف لازم تعمل تايت سيل بالبروب في المناخير، يعني لازم اختار المقاس المظبوط اللي يعمل لي سيل لانه بيشتغل بالبريشر والليك هيقلل البريشر. امال في الهاي فلو نيزل كانيولا، الهاي
النيزل كانيرال بيشتغل بالفلور عالي بيعمل واش اوت. لو انت قفلت المناخير هتعلي السي او 2. فلو انا بستعمل هاي فلو نيزل كانيرال لازم التانك تبقى 50% اوف ذا اير، لازم تبقى الاوينج حته فاتحه حواليها كده هو علشان ما يحصلش بيلد اب اوف انريكوجنايز بريشر وما يحصلش بيلد اب اوف سي او 2. وده فرق مهم جدا بينها وبين السي بان. اوكي؟ طيب ايه الاذر مينز اللي انا اقدر ادي فيها نان انفيزيف ريسبيراتوري سبورت؟ ممكن ادي بوزيتيف بريشر فنتيليشن عن طريق النيزل برومبس. ازاي؟ انا البيبي بتاعي عملت له اكستوريشن ولقيت ان هو ابتدى يبيلد شويه سي او 2. اول ريسبيراتوري درايف بتاعته مش ريحاني، بيريح كل شويه، وانا اوريدي لودد بالكافيين، مش عايز يخش في رقبتي عشان بطل شريط فنتيليتر، يبقى هحطه على الفنتيليتر بتاعي بالسيتنج اللي كنت عليها، بس هعلى بالبي اي بي بتاعي اثنين او ثلاثه عن اللي كنت عليه ساعه الاكستوريشن وهمشيه بريت. يبقى انا مش حاطط انتو تراكيل تيوب، مفيش حاجه انفيدنج الريسبيراتوري سيستم، but I'm giving him a push every now and then to provide the respiratory drive ده. هل ده يتعمل بس بالفنتيليتر؟ لا، ممكن اعمله نون انفيزيف بوست بريشر فنتيليشن على فنتيليتر، شلت التيوب وركبت البرونز، او ممكن اعمله بحاجه اسمها الباي باب. ايه الباي باب؟ الباي باب از less supportive. It gives you two levels of CPAP pressure. كانه بيعمل ايه؟ كان زمان كانوا يقولوا لنا والبيبي على السي باب لما تلاقي السي او 2 ابتدى يعلى اديله نفخه بالانبوبات. ها؟ It's a recruiting higher peak pressure that comes every now and then but at a lower rate. يبقى if my CO2 is high I need not invasive positive pressure ventilation. If my CO2 is borderline and I have a BiPAP, I can use it and see if it is successful or not because it will prevent microatelectasis, it will provide the side effect. طيب ايه ميزه النون انفيزيف عن السي باب؟ ميزه واحده، لو انت لقيت البيبي بتاعك خلاص داخل على احتياجه للفنتيليتر اتس ستيب هاير قبل ما اركب الاندوتراكيال تيوب. فقبل ما اقول فشلت على السي باب جرب النون انفيزيف بوزيتيف بريشر فنتيليشن. بعد كده هو الحاجه الجديده والمهمه هي ان انا اقدر استعمل حاجه فيري نيو ان ذا تكنولوجي اسمها النافا. Neurally adjusted ventilatory assist. ايه النافا دي؟ النافا دي ان هو قالوا ان انت عايز تعمل سنكرونايزيشن، فبتقول للجهاز ايه؟ اول لما البيبي يبدا ياخد نفس حس بيه واديله انت النفس. فكانوا الاول قالوا نحط سنسر على الابدومن، فاول لما البيبي يتنفس بطنه تتحرك فيحس بيه فيديله نفس. عندي لاك بيريد ممكن توصل متاخر، البيبي جاله سخطه انا اديته نفس لان بطنه اتحركت بس اتس نوت بريث. فديس از نوت ذا بيست. قالوا طيب فلو سنسور احطه على اول الاندوتراكيل تيوب. لقوا ان في شويه مشاكل لو حصل ليك، لو حصل حاجه مش هيحس بالنفس. ففكروا في دي. دي بيعملوا ايه؟ دي بيحطوا فيدنج تيوب، والفيدنج تيوب دي بتتحط عند الانسرشن اوف ذا دايفرام ليها ديستنس معين من جوه الاسوفيتس. بحيث ان اول لما الدايفرام كونتراكت يحس بالالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا دايفرام فيدي ستيمولس للبيبي ان للفنتيليتر انه يدي نفس. فمفروض ان ذيس از ذا موست سنكرونايز. طبعا اكتر حاجه سنكرونايز ان يحط الالكترود في مخه فاول لما يقرر ياخد النفس الجهاز ياخد، لكن انا مش هقدر اعمل ده. فانا بعمل النيورالي ادجستد فنتيلاتوري اسيست. انا حاطط التشوب بتاعي هنا هو ده الانسرشن اوف ذا دايفرام، بحس بالالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا دايفرام، بدي تريجر للفنتيليتر و ابتدى يبقى في ريسيرش في الموضوع ده في البيدياتريكس. It's starting to get good results. في النيونات احنا لسه ما عندناش اكسبيرينس فيه، but we are hoping that it will provide more synchronization. اخر حاجه في النون انفيزيف سبورت اوف ذا نيو بورن هي النيونات النيزل هاي فريكونسي اوسيليشن فنتيليشن. انا بجيب الاوسيليتر، فكره الاوسيليتر ايه؟ انه بيستعمل تايدل فوليومز اقل من اللي احنا عارفينها في الكونفشنال فنتيليشن. عارفين الكلب لما بيبقى كاتنج الفوليوم ده قليل جدا، مش مفروض يوصل ويفتح لي لانج حسب اللي احنا متعلمينه عن البالك فلو، ان فوليوم بيخش ويفتح وفوليوم بيخرج. الكونسيبت بتاعه بتاع الجاس اكسشينج از ثرو حاجه اسمها انترينمنت، يعني الموليكيول اللي هنا بتزق لورا بتزق لورا بتزق لورا واللي طالع بتزق لورا، فمش مهم كل الكولم يخش.
pulmonary dysplasia. فلما انا بالهاي فريكونسي بعمل تايلي اوسيليشنز I can avoid overinflation, I can avoid volume trauma, and at the same time open up his lung. فكل الريسيرش الجديد ان انت تعمل الحركه دي without inserting an endotracheal tube. صعوبتها ايه؟ ان بيحصل ليك في النيزوفاركس وهو اصلا فوليوم قليل فساعات it does not work but it is an important area of research. I am promoting very very much ان احنا نحاول نمينيمايز يوز اوف endotracheal tube. بس قبل ما اقفل عايز اقول لكم ان الدكتور الشاطر هو اللي يقدر يرياليز ان this tiny premature will not make it only with CPAP. ازاي؟ ان انا اقف قدامه انا بحطه على CPAP وبشوف لو البيبي ده بعد ما انا عليت CPAP ل 8 9 وجربت اديله سيرفاكتن لسه ما بياخدش spontaneous coins. He is not vigorous. He is tired. Don't wait too long. لان ساعتها when you ventilate him you will need to use high pressures, you will need to use high setting. فpart of your skill is to realize who is the very sick baby who needs your support early on ما تأخرش عليه وwho is the baby who can make it. فأنا ما حطوش على ventilator وavoid كل الريسك بتاعت ال endotracheal tube والكلام ده كله. So my take home message is طيب my take home message نشيت اعمل الانيميشن اللي تشير الراجل ده. اول حاجه ابتدي بالسيبر very early on started in the delivery room do not waste time. لو البيبي بتاعك محتاج اكتر من 35% او 40% اكسجين وانت وصلت البي بريشرز عاليه انت سبتكتد بالليسا تكنيك early on برضو قول لهم احنا وقفنا البروفيلاكتيك it is early if you are a baby is stable you can shift from the CPAP to the high flow nasal cannula because it is more comfortable. If you are extubating your baby, it's better, and he's tiny, it's better to put him on non-invasive positive pressure ventilation to support his respiratory drive لغاية ما تطمن له وبعد كده تقلبه على CPAP لأن ده بيخلي success rate of extubation أعلى. دلوقتي بقى في new areas of research اللي هم النافا والنيزل high frequency oscillation that offer promise for the future. Thank you very much. حقيقة إيمان لما بتتكلم على النيزولوجي بحس إن أنا قاعدة جوه اللمبة بتاعت العيال.